اي حاجه في الدنيا ليها اساس سليم بتبقى متينه وصلبه وقويه، اي حاجه في الدنيا الاساس بتاعها فيه خلل بتبقى معرضه للانهيار. خلينا نتكلم عن الاسس السليمه اللي تخلي علاقتنا الزوجيه علاقه قويه ما يهزهاش اي حاجه. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الحقيقة الأيام دي ويمكن برضو نقول أيام قادمة دائما مع المواسم كتير قوي بيحدث خلافات في الأسرة، خلافات بسبب يمكن نقول الشائع الآن يعني قوي وكتير قوي منتشر، المصاريف مثلا، احنا هنجيب ايه، احنا هنشتري ايه، غياب لغة الحوار الصحيح بين الزوجين هي اول شيء يسبب المشكلة الاسرية. ان مفيش، انت حضرتك في المقدمة بتقولي دستور الحياة الزوجية، هي فعلا الحياة الزوجية عاملة زي يعني هو مؤسسة صغيرة، هذه المؤسسة لابد يكون ليها لوائح، دستور تمشي عليه. لو الدستور ده ما اتطبقش داخل الأسرة لابد تلاقي في انهيار طبعا. ليه؟ محدش عارف، ما هو كون ان ما نطبقش اللايحة اللي في الأسرة يبقى محدش فينا هيعرف اللي ليه واللي عليه. وهنا يبتدي يحصل الجفاء الأسري، يحدث جفاء المشاعر، يحدث عدم التواصل، تحدث المشكلات الأسرية اللي بتؤدي ربما مع قلة التفكير في العواقب إلى الانفصال. وخطر الانفصال يعظم، هو عظيم أصلا الانفصال بين الزوجين شيء خطير، ولكن خطره يعظم عندما يكون فيه أولاد طبعا. لذلك احنا محتاجين دائما الأسرة يكون فيها نوع من التواصل الدائم. التواصل الدائم ده أساس يعني لقتل المشكلة من أولها. أي مشكلة هتظهر لو في تواصل بين الزوجين وفيه تفاهم دون علو صوت، دون ترك رأي الآخر. ما ينفعش أصلا لما يكون في مشكلة الزوج ينفرد بالحل إلا لو كان الأمر خاص به هو، ولكن دائما المشاركة في اتخاذ القرار بين الزوجين ده أساس يؤدي إلى استقرار الأسرة. يشعر الزوجة أني أنا ليا دور في الأسرة، أني أنا مش مهملة، ان القرارات كلها مش بيد الزوج، لا ده كمان بيشاركني معاه في اتخاذ القرار. مجرد المشاركه في اتخاذ القرار ده بيدي للزوجه نوع من الثقه بالنفس، نوع من ان هي لا ده انا مسؤوله في الاسره زي زيه، ده انا مشاركه معاه، ده هو ما بيهملش رايي. لذلك بنلاقي بعض الازواج ياخد كل قراراته في كل شيء والزوجه لا تعلم شيئا. كتير قوي من الزوجات يشتكينا من هذا، ان هم ما لهمش دعوه، ما يعرفوش تفاصيل اي حاجه، ما تعرفش اي حاجه في اي حاجه، حتى ربما كمان يعني ما يتعلق بالاولاد ما تقدرش تتدخل. فده خطا، يعني ده مش يعني الان في زماننا الان، لا احنا محتاجين ليه، لان العقول تختلف عن قديم. زمان كنت تلاقي العقل، عقل الرجل ارجح ودماغه اوسع، الزوجه كانت عقلها ناضج والا تكون متعلمه. صحيح، كان ممكن تلاقي ست مش متعلمه، ست اميه بس عندها حكمه، بالضبط عندها حكمه في اداره البيت. يبقى هو طول النهار بره ربما في الحقل بتاعه، ولا ربما في الوظيفه البسيطه بتاعته، وهي قادره تلم كل حاجه، بالضبط تقود الاولاد، وكانت تطلع اطباء وتطلع مهندسين وتطلع علماء وهي ست اميه. الله، هو ايه اللي حصل دلوقتي؟ ده دلوقتي تلاقيها متعلمه ومعاها اعلى الشهادات، معلش ولو دورنا في ابنائها نلاقي خلل، مفيش تربية، ربما تجد من لا يعني يلتزمون حتى أخلاقيا، اللي بيشرب مخدرات. والله هو إيه اللي بيحصل؟ هل ده بيبقى إهمال نتيجة مثلا إن هي بتشتغل وهو بيشتغل، نتيجة إن هي عندها أمورها الخاصة بيها اللي شغلاها فمشغولة عن الأولاد؟ أنت عارف أنت ولو إن إحنا برضو بنلاقي أسر عظيم متفرغين لأولادهم وبرضو بيقعوا في المشاكل. أنت عارف حضرتك سبب الوقوع في المشاكل، السبب الأول هو عدم التواصل الأسري، عدم تفقد الأب للأبناء، عدم تفقد الأب لأحوال الزوجة وهي مشغولة بنفسها أو مشغولة بالأولاد من جانب وهو مشغول عنهم من جانب آخر. مش عايزين كده، انت عارف التواصل الأسري محتاج ساعة يوميا،
لو الاب والاسره اتلموا ساعه حس ان في ترابط. بالضبط. احنا دلوقتي احنا لما بندخل هل ممكن نقول لو قلنا كده احصائيه مين بيجمع اولاده يوميا لمده ساعه ويتكلم معاهم؟ مفيش. الله. بس حتى مين؟ اللي احنا اتربينا عليه زمان انه الغدا ليه ميعاد واننا كلنا بنتلم على سفره واحده او بنفطر مع بعض او بنتعشى مع بعض ايا كان. بالضبط. ما بقاش موجود. ده كان زمان مجرد اللمه دي كانت بتحدث اثر في النفس. طبعا. يحسسني ان انا ده انا مرتبط بابويا، مرتبط بالشخص اللي قدامي، اخاف اعمل اي حاجه غلط عشان هقعد معاه على طبليه واحده هيبص لي نظره لوم. انما دلوقتي يكاد يكون لما تدخل البيت كل واحد في ركن من الاركان، اما في غرفته وقاعد ماسك تليفونه، ده احيانا يقعد يمسك تليفونه بالساعات وما يقعدش مع ابوه ربع ساعه ولا نص ساعه، واحيانا الاب ينشغل بالساعات مع اصدقائه وما يقعدش مع اولاده نص ساعه. صحيح. طب منين؟ يبقى احنا هنا لما نلاقي الولد شرد والبنت اتخذت طريق معوج والزوجه مش عارف نفره من الحياه وحاسه بالملل، ما هو ده لازم احنا اللي عملناه في نفسنا. لذلك نشاه الانفكاك الاسري اساسه ان الزوجين مش عارفين يعيشوا ازاي مع بعض، مش عارفين المهمه بتاعتهم، كل واحد مفكر ان الحياه الزوجيه خلاص احنا اتجوزنا وانجبنا العيلين خلاص كل واحد بقى في حاله بعد كده. لا، ده هي رساله، طالما بدات الرساله انهيها بطريقه صحيحه لحد ما تودي اولادك الى بر الامان، ان كانت بنت تذهب الى بيت زوجها باخلاق وتربيه طيبه، ان كان ولد يعيش لحد ما يكون اسره باخلاق وتربيه طيبه. اما ان احنا نهمل وكل مقصد الاب هو بناء الجسد، هي دي المصيبه اللي احنا تقريبا واقعين فيها. هي التربيه مش اكل وشرب ومصاريف. لحد ما تركنا امور كتير قوي من اخلاقنا واصبحت الاسره تاتي وتنهار من داخلها بسبب ان احنا لا نتفقد ولا نتواصل مع